احنا قدام النهارده خريطه انتخابيه معينه، مشهد سياسي معين، تصفه حضرتك ازاي؟ هو مشهد انتخابي رئاسي جاد جدا. جاد جدا. نعم. انتخابات رئاسيه تعدديه حقيقيه وليست مصطنعه. من الاربعه الذين تقدموا بالترشيح هم بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث رؤساء احزاب، يعني يمتلك من الخبره والمعرفه والاداره مما يؤهلهم ان يكونوا مرشحين لرئاسه الجمهوريه. وبالتالي وكل منهم وراء حزب سياسي، وكل منهم استكمل اوراق ترشحه من خلال النصاب البرلماني، تزكيه العدد اللي قرره الدستور من النواب، وهو بحد ادنى 20 نائب. وبذلك سوف نرى انتخابات رئاسيه يطور، يعني يدور رحاها بين برامج انتخابيه للمرشحين الاربعه، لان كل منهم رئيس حزب يمتلك برنامج انتخابي وحزب مختلف عن الاخر، يعني كل احزاب مختلفه، الوان الطيف موجوده، الوان الطيف بالظبط. يعني اذا قلنا عايزين حزب يساري وسطي موجود، حزب يميني موجود، حزب ليبرالي جدا موجود، لان رئيس حزب الوفد بتاريخه العريق، رئيس حزب مصر الديمقراطي بتنوعه الفكري، ورئيس حزب الشعب الجمهوري ايضا بثرائه الفكري، مع رئيس عبد الفتاح السيسي هتبقى معركة انتخابية أكثر ممتازة، وأنا بعتبرها أولى المعارك الانتخابية الرئاسية الحقيقية في البلاد. احنا خدنا انتخابات رئاسية قبل كده، خدنا انتخابات رئاسية قبل يناير، وكنت أنا رئيس الحزب الوحيد اللي ما ترشحتش فيها برغم كان من حقي، وخدنا انتخابات رئاسية ثلاث مرات بعد يناير. أنا أستطيع أن أقول لحضرتك إن دي هتبقى أول انتخابات رئاسية جادة حقيقية يتحدى دور حول برامج انتخابيه، وتتاح الفرصه للناخب المصري انه يختار. والميزه بقى ان هذه الانتخابات جايه في ظروف دقيقه جدا. احنا مش هنقول كلام شعارات، مش هنقول بقى ده انتخابات في ظروف تاريخيه. الساعه اللي احنا مقضينها دلوقتي تشهد بكده على حدودنا الشرقيه. لان التحديات اللي بيواجهها الوطن والامه العربيه هتلقي بظلالها هذه الانتخابات. القضايا اللي مصر بتعاني منها وشعبها ومفروض تطالب عليها تلقي بظلالها في هذه الانتخابات. لذلك يعني نصيحتي للمرشحين وخاصه رؤساء الاحزاب الثلاثه انهم يبقى لهم برنامج واضح في هذه الانتخابات، لان المواطن هيقف كتير قدام الصندوق وبيختار الرئيس الذي سوف يعهد اليه امانه قياده البلاد لست سنوات قادمه.